احكي لكم عن طريقتين كتير سهلين ممكن تعملوهم وتمارسوهم كل يوم الصبح، بتساعدكم كتير انكم تنزلوا من وزنكم بطريقه سهله وعمليه كتير. هدول التو تيبس بس تقدروا تعملوهم كل يوم الصبح وبتشوفوا كيف الحرق تبعكم كتير رح يرتفع. هذه اخر دراسه اثبتت كيف الاشخاص اللي بيعملوا هدول الاشيين الصبح بيرتفع معدل حرقهم كتير وبساعدهم على خساره الدهون بكفاءه وبنسبه كتير اكثر اخر الاسبوع واخر الشهر. النقطتين هم اول شيء انكم تزيدوا معلقه صغيره من زيت جوز الهند على القهوه الصبح او اي شيء ممكن تشربوه، بس على اساس القهوه ما يكون مضاف لها لا مبيض ولا حليب. والطريقه الثانيه انكم تاكلوا كل يوم بيضتين الصبح، فالبيضتين وزيت جوز الهند هذول اثبت علميا انهم بيساعدوا كثير انه يرفعوا معدل الحرق وبنفس الوقت بيساعدوا كثير انكم تخسروا الدهون بكفاءه اكثر. الأشخاص اللي بخافوا كتير من البيض ولهلا بيسألونا البيض برفع الكوليسترول أو أنا عندي كوليسترول عالي، هل البيض فعلا ممكن يزيد من نسبة الكوليسترول اللي بدمي؟ هذه كلياتها أخطاء شائعة والبيض مثبت علميا إنه هو ما بيرفع معدل الكوليسترول نهائيا. إيش إحنا ممكن ناكل مع البيض أو زيادة الدهون للبيض أو إيش ممكن ناكل فيه سكريات عالية أو دهون أعلى خلال النهار هو اللي بيأثر على معدلات الكوليسترول بدمنا وليس البيض. فالبيض هذه أخطاء شائعة، كلوا بتقدروا تاكلوا بيض كل يوم من غير ما يرتفع عندكم الكوليسترول بدمكم. فمارسوا هدول الخطوتين يوميا عشان تشوفوا كيف خساره الدهون حتكون عندكم كثير افضل. فهيك اعطيتكم افضل خطوتين مثبته علميا بتساعدكم انكم تخسروا الدهون بكفاءه كثير عاليه، وشوفوني بالحلقه الجايه.